صباح الخير، صباح الفل، صباح أيامكم الحلوة يا حلوين. كيجي ون، كيفكم؟ شو أخباركم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. كيجي ون اشتقت لكم كتير 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 يا حلوين يا شطورين. اليوم الجو كتير حلو، بتمنى يا حلوين تستفيدوا من أشعة الشمس، بس مش بالوقت اللي بيكون فيه أشعة الشمس ساطعة وقوية، يعني الساعة 5 6 اطلعوا يا حلوين برا والعبوا واستفيدوا من أشعة الشمس. اوكي يا حلوين، بتكونوا حليتوا واجباتكم وحضرتوا حصصكم، صح؟ صح كيجي ون. كيجي ون يا حلوين، يا كتاكيت يا صيصاني الصغار الأمورين، اليوم هو ثالث أيام الأسبوع، الثلاثاء 27/4/2021، واليوم انتو كتير بتحبوه لأنه اليوم عنا حصة لغة عربية. شو رح ناخد فيها؟ نشاط الحرف اللي مر معنا هذا الأسبوع والقصة الأسبوعية. أنا بعرف إنه هذا اليوم بيكون هيك يوم هيك راحة لإلكم، مشان ما في دروس وإيش الحرف ويطلع نكتب، صح؟ هذا ترفيه لإلكم هذا اليوم يا حلوين. يا كيجي، مين يقول لي الحرف اللي مر معنا هذا الأسبوع؟ ما هو الحرف الذي مر معنا هذا الأسبوع؟ أحسنتم، حرف الذال. حرف الذال، اسمه ذال صوته إذ، اسمه ذال صوته إذ، إذ إذ، رائعين يا كيجي. إذا حرفنا هو حرف الذال أو الإذ، بدناش اسمه، إحنا بدنا صوته إذ. وأخذنا كلمات ذراع، صح؟ صح. قنفذ، ذرة. وأنا اليوم رح أعمل لكم ذرة، بس مش ذرة زي اللي بنعرفها، لا، ذرة مختلفة، ذرة بدها تحكي. خلينا نشوف إيش رح نحتاج يا حلوين لنشاط حرف الإذ. مقص، لاصق، عيون، طبعا مش عين واحدة، تنتين، ويا مس إذا بتعرفوا عندي ورق القص واللصق ألوانه كتير حلوة وجميلة. شوفوا ألوانه، هذا الورق بنقصه وكمان بيلزق كتير حلو. اليوم راح أستخدم منه يا حلوين اللون الأصفر واللون الأخضر، لأن الذرة لونها أصفر وورقاتها خضرة. اليوم راح نعمل ذرة بس بتحكي. كيف راح نعمل الذرة؟ يلا نحكي بسم الله، وأكيد راح أحتاج القلم لأني بدي أرسم فيه. أول شيء باخد الورقة الصفراء، أوكي؟ راح أرسم، ما بحب أرسم أنا من هذه الجهة اللامعة لأنه هي بتكون الجهة المبينة، راح أرسم من الخلف يا عمري شكل ذرة، بس مش شكل هيك دائر من تحت، لا، راح أضع الورقة هنا وأقوم برسم شكل. أول شيء راح أعمل هيك نصف دائرة بالقلم، ثم خط، بحاول يكون مستقيم، أوكي؟ شوف كيف كأني رسمت نصف دائرة وثم خط مستقيم، ثم أقوم بالاتحاد قليلا من هنا، يعني مقدار نصف إصبع، وأضع خطين مستقيمين. طبعا أنتوا صار عندي هذا الشكل، رسمت النصف دائرة من فوق وخط مستقيم للأسفل، وبعدت عن أول الخط، شوفوا مقدار نصف إصبع، بعدين عملت خطين متساويين بينهم مسافة. شو بعمل؟ بقص. نحكي بسم الله وأقص هذا الجزء. كتير حلوة هاي الفكرة، يعني أنا ما بدي أعلمكم شكل ذرة اعتيادية، لا، نعمل إشي جديد، نخترع، نفكر، إحنا نتعلم مشان هيك ننشط دماغنا ونفكر. شوفوا
أصبح لدي هذا الشكل، كأنه قلم بشبه القلم بالضبط. راح أضعه جانبا، راح أعمل الأوراق نفس الشيء، راح أضع الورقة هنا وأعمل ورقات. إيش؟ أحسنتم أذرة. راح أعمل هيك نصف دائرة إن شاء الله. راح أعمل تنتين لأنه ورقتين، راح أرسم. أنا بحب أستفيد من كل جزء بالورقة، ما بحب أكتب أي شيء. شوفوا كيف عملت نصف دائرة هيك للجزء هون، وعملت واحدة تانية للورقة التانية. خلينا نقصهم. بسم الله يا عين، إن شاء الله يكون نشاط حلو ويعجبكم. هلأ بتشوفوا كيف بنطبقه إن شاء الله. طبعاً أي إشي بزيد ما بكبه، بخبيه وبستفيد منه، بزين فيه الحروف. حتى الفوم والقصاصات اللي بتزيد عندكم يا مس، استعملوا أي إشي ما تكبوه بتستفيد منه. هاي عملت تنتين، شوفوا. هلأ خلينا نطبق يا حلوين. نضع هذه هنا. شو راح أعمل؟ أنا عملت هون خطين، بدي أطعش هدول الخطين. شوفوا، راح أطعش هذا أول شيء اللي تحت، يعني هيك خليه كتير قوي، وأطعش الثاني. شد عليها كتير منيح، راح أطعش هذه هيك، بثنيها وبطعشها. شفتوا هذه طعشتها هاي. هلأ الخط الثاني اللي فوق بطعجه للأسفل هيك هيك، وبتشد عليها. واحد اثنين ثلاثة. شو صار عندي؟ شفتوا؟ شو راح أعمل هلأ؟ شو راح أعمل؟ راح أضع العينين بس لأثبت. نضع العينين. يلا باللاصق اكيد. العين الاخرى بجانب العين الثانية. شوفوا يا حلوين، أصبح لدي شكل جميل. شو رح أعمل؟ فم رح أعمله باللون الأسود، معلش هون رح أرسمه بشكل دائري. شوفوا أحلى نصف دائرة. شو رح أعمل هلأ؟ رح ألصق الأوراق. نحكي بسم الله. شوفوا يا مس كيف سهلة، راح تساعدني بالطلس. تشوفوا بس بشيل منها الورقة الصفرة، نضعها يا مس بالضبط على المكان الصحيح. نفس الشيء الجهة الثانية، نحكي بسم الله ونشيل اللزقة ونلزقها بالمكان الصحيح. يا عيني هاي لزقناها. الذرة بكون عليها حبوب، أنا ما رح أعمل الحبوب. شوفوا شو رح أعملها، رح أرسمها هيك. هلا بفرجيكم.
بتشبه حبة الذرة بتشبهها. ما تحكوا ما بتشبهها، بدها تسلم عليكم. مرحبا، كيف الحال؟ أنا اسمي ذرة، لوني أصفر، وأتزين بالأوراق الخضراء. وأيضا اسمي ذرة، ويبدأ اسمي بحرف الذال. إذا أنا ذرة، لوني أصفر، وأوراقي خضراء، وطعامي لذيذ جدا. أرأيتم يا أصدقائي؟ أهلا وسهلا بحبة الذرة. انظروا ما أسكاها، ما أسكاها مسلوقة وما أسكاها مشوية. حطوا شوية ملح وصحة وهنا عقلكم. كتير بحب أنا الذرة. وأنا كمان بحبكم كيجي. وأنا كمان شفتوا يا كيجي؟ الذرة المتحدثة. إني أتكلم كيجي. شفتوا يا صيصاني ما أحلى حبة الذرة؟ أرأيتم ما أجمل هذه الفكرة؟ فكرة جديدة، مش ذرة زي ما بنعرف شكلها، لا ذرة تحكي. يا حلوين، سهلة، ما غلبتكم. أنا اخترت هاي الطريقة لتكون سهلة عليكم وموادها متوفرة. صح؟ صح. هلأ يا حلوين، بعد ما أخذنا طريقة عمل الذرة، هو نشاط حرف ال. شو رح نعمل هلأ؟ مين يقول لي؟ قصة الأسبوع. أحسنتم، هيا بنا نستمع لقصة الأسبوع يا صيصاني. 1 2 3 ما بدنا نروح على ريدين كورنر اليوم، لا أنا جبت لكم إياها فيديو لأنه في أولاد كتير حبوا قصص الفيديو. يلا استعدوا استعدوا استعدوا، ما بدنا صوت حتى نسمع القصة. يلا نسمع القصة. استيقظ الأستاذ ثعلوب من نومه بنشاط وحيوية، فأخذ حماما منعشا واستعد لتناول فطوره الصحي المغذي من الفواكه والخضروات مع البيض وكوب اللبن بالشوفان وبعض الجبن الطازج والخبز. إلا أنه لاحظ أن الخبز قد نفذ من عنده وأنه بحاجة للذهاب لشراء بعض الخبز. علي أن أذهب سريعا لأشتري بعض الخبز من معبز آنسة نغم عصفورة حتى يكتمل الفطور اللذيذ. لازم يأكل بالخبز. لبس جهز حاله. كم أنا جائعة. حمدا لله أن معبز آنسة نغم ليس بعيدا، لن أحتاج إلى السيارة. قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى المخبز سيرا على الأقدام، فهو يعشق السير في الغابة وتأمل مناظرها الخلابة. وفي طريقه، أستاذ ثعلوب. أهلا سلطان، أخبرني هل تنام جيدا؟ لم أنم نوما عميقا كذلك من قبل. شكرا لك أستاذ ثعلوب. على الراحة صديقي، إلى اللقاء. وأخيرا وصل الأستاذ ثعلوب إلى مخبز الآنسة نغم، ففوجئ بطابور طويل أمام المخبز أوله عند الآنسة نغم في نافذة المخبز حيث تسلم الخبز، وآخره عند الأستاذ ثعلوب الذي وقف ملتزما دوره لأنه يؤمن أن النظام هو قوام النجاح. النظام؟ يا لهذا الطابور الطويل. ظل الأستاذ ثعلوب يتقدم رويدا رويدا مع تحرك الطابور حتى وصل إلى مقدمته حيث الآنسة نغم التي كانت قد أنهكت تماما. وأخيرا وصل. وكان الأستاذ ثعلوب هو الزبون الأخير. أهلا أستاذ ثعلوب، تفضل. أهلا آنسة نغم، تبدين متعبة كثيرا. أجل أستاذ ثعلوب، الأمر أصبح صعبا ومضنيا. لماذا؟ ازداد عدد زبائني مؤخرا بعدما قمت بإجراء توسعة في المخبز وتحسينات في منتج الخبز. شيء عظيم. أعلم أنه شيء جميل ومفرح، لكن على الجانب
ولماذا معدل الإنتاج بطيء؟ كما تعرف أستاذ تعلم، فإن محل الحبوب يحتاج وقتا وجهدا وقد يمتد لساعات طويلة، مما يؤثر على معدل الإنتاج في النهاية. صح. كيف سأحل لها هذه المشكلة؟ حسنا آنسة، اسمحي لي أن أذهب لأتناول فطوري الذي ينتظرني منذ ساعتين، وفي المساء أرجو أن تمر لمنزلي لأعطيك حلا لمشكلة مخبزك الجميل. حقا أستاذ تعلم، أنا متحمسة لذلك جدا، إذا سأنهي عملي وأمر بك على الفور. إلى اللقاء مساء آنسة نغم. إلى اللقاء أستاذ تعلم. ذهب الأستاذ تعلوب إلى منزله وتناول فطوره أخيرا. الآنسة نغم تصنع أجود أنواع الخبز، علي حل مشكلتها حتى لا نحرم من ذلك الخبز الشهي. عمد الأستاذ العلوب إلى ورشته الفنية، وهناك عكف على البحث والقراءة لحل مشكلة الآنسة نغم. إلى أن توصل إلى فكرة اختراع رائع. شاطر. بضل شكله نظيف وبحب ياكل اكل صحي. فيوم من الايام حضر فطوره وبده يفطر، لقى انه عنده الخبز مفقود، انه خلص ما في خبز. شو قرر؟ يروح على الانسه نغم اللي لها مخبز يا عمري بتبيع فيه الخبز والحلويات. فشاف طابور كتير 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 كتير. بعد ما جهز حاله راح على المخبز، شاف انه الناس كتير عندها صفين طابور بيشتروا الخبز. فهو لانه شخص يهتم بالنظام طبعا وقف اخر واحد، لانه في قدامه طابور لاين، مثل ما احنا بنوقف لاين كل واحد هيك بالترتيب، وهو كمان وقف باللاين وبالخط ليجي دوره. طبعا في كتير قبله، فضل واقف يستنى يستنى لاجي دوره. طبعا لما اجي دوره كانت الآنسة نغم كتير تعبانه، وما كان ضايل كتير حلويات وخبز. فوصل دور ثعلوب وحكى لها ممكن بدي خبز. حكى لها مالك انت شكلك تعبانه كثير. قالت له اجل، لانه انا حسنت من مخبزي وحسنت من الخبز اللي انا بعمله، فصار عندي كثير ناس بتحب تيجي تشتري لانه طعمه زاكي، وهيك انا بطلت اقدر اعمل كثير خبز.
فقالها ليه؟ قالت له لأنه ما عندي آلة تطحن القمح، والقمح بده وقت وأنا ما بقدر أضلني أطحن قمح. فحكى لها ثعلوب: حسناً، سأقوم الآن بالذهاب إلى المنزل وأن تدركي بعد الانتهاء حتى نفكر بإيجاد حل لمشكلة القمح. قعد يفكر فكر 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 بعد ما أفطر، فكر فكر لقى الحل وصنع آلة طحن الحبوب. وهيك يا حلوين إجت لأن زنغم بالليل عليه وقالها أنا لقيت الحل وصنعت لك آلة لطحن الحبوب، وانبسطت كتير الآنسة نغم. وهو قاعد بعد ما ودعها قاعد يحكي: يا الله ما أحسن مساعدة الأصدقاء. شفتوا يا حلوين، بنساعد بعض وين ما كنا، مش بس الأصدقاء، ماما بابا أخونا أختنا جارنا أي حدا بيحتاج المساعدة بنساعده يا حلوين، لأنه رب العالمين أمرنا أنه نساعد الناس يا حلوين، مش بس أصحابنا وأهلنا، أي حدا بحتاج لمساعدة بنساعده. شفتوا ما أحلى قصتنا، بتدلنا على أنه لازم نتعاون ونتساعد يا حلوين، واللي بحتاج مساعدة إحنا بنقدم له إياها. شفتوا يا قشطة ما أحلى قصتنا؟ إن شاء الله يا حلوين تكونوا استمتعتوا في القصة واستمتعتوا بنشاطنا لليوم. بشوفكم نشاط وقصة تانية.